كلام مهم، بس عايز اسالك بقى سؤال. دلوقتي احنا السير الذاتيه بتاعتنا عظيمه جدا، وختمناها ما شاء الله مؤخرا هو كمان بالاولمبياد، فكر في ايه؟ والله انا الفتره، لان السؤال ده سؤال، احنا اول لما كسبتي الميداليه قالك جيانا اعتزلت بالظبط الخبر ده طلع، رغم ان انا ما فيش تصريح على لساني يتقال عليه الكلام ده. ايوه. الفتره اللي جايه دي انا بس محتاجه فتره بريك، لان يعني حتى بعيدا عن الضغط النفسي اللي انا كنت فيه ال5 سنين اللي فاتوا، انا عندي اصابات كتيره جدا حصلت ما كانش في وقت ان هي تتعالج، محتاجه ان انا اعالجها. يعني احنا اخر فتره كنا بنتمرن كان عندي 4 اصابات، كان عندي 4 اصابات، بربط رجليا الاثنين وبربط كتفي بربطه كده بالرباط الضاغط ما وبشده، لحقتيش تخفي، ما لحقتش ان انا اخف وما كانش عندي وقت ان انا اقعد، فاضطرينا ان احنا نتمرن بالاصابات اللي موجوده. فمحتاجه اعالج شويه اصابات، محتاجه ابسط برضو. يعني انا وخطيبي هو بينزل شهر في السنه، لان هو بيحضر الدكتوراه بتاعته في ما شاء الهندسه الله في كندا، ما شاء الله. فهو بينزل شهر في السنه، فمحتاجه ان انا اقعد معاه شويه. في طبعا حاجات عائليه كتير ومناسبات عائليه كتير وقعت مني بسبب موضوع الاولمبياد، فمحتاجه ان انا اقعد مع احنا في عيلتي فترة شويه. بريك دلوقتي، فكرة بالظبط راحة. فتره بريك، فتره نقاهه كده، بس ايه يعني اخد نفسي بس من اللي حصل واستوعب اللي حصل الفتره اللي فاتت يعني.